كل عام وانتم بألف خير، عيد سعيد ينعاد عليكم بالخير والأمان والسلام، رغم كل الظروف اللي نمر بيها وخصوصا على شعب العراق، إلا احنا مقبلين على فرحة وسعادة دائمة ولازم نعايدكم بهيج أيام مباركة، يا رب ينعاد العيد علينا بالخير والسعادة والمسرات والرزق، والصحة التامة لجميع شعبنا. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج فنك تربح. ساعة كاملة وياكم مسابقات وأسئلة كلش حلوة، وأكيد ما راح أنسى شغلة واحدة وكلش مهمة وأني راح أساعدكم بها. فنشوف الرول على الشاشة، الرول بأسئلة متنوعة. نبلش نختار من الرول. أول ما نشوف علوم، علوم ومدن، فنية، أسئلة متنوعة، أكمل المثل. تمام، فنستقبل اتصالاتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة وتاريخ. رح نعطيكم نبذة شوية عن البرنامج وعن الأسئلة وبجوائز كلش حلوة. طبعا مثل ما تشوفون جغرافيا، رياضة، علوم. اول ما بلش تختار الرول مباشرة نشوف شنو حظك وشنو راح يطلع لك. عواصم ومدن. وفنية. يلا. الرول طبعا اول ما تبلش تتصل مباشرة من نروح للرول، الرول اوتوماتيكين هو راح يختار لك الحقل. مثل ما شفتوا الحقول ويانا هي عبارة عن علوم وجغرافيا، عواصم ومدن، اكمل المثل، وفنية، اسئلة فنية. يلا نستقبل اول اتصال هاتفي ونقول الو، عيدكم مبارك. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. عيد مبارك. عيدكم مبارك وعساكم من عواده. الله يسلمك. منو جايه؟ شهد. منو؟ شهد من بغداد. شهوده، شلون شهوده؟ حياتي بخير الله يخليك. حبيبتي، شهد ايش؟ شهد هيثم. شهد هيثم؟ اي نعم. من وين؟ من بغداد شهودة؟ من حي الجهاد. من حي الجهاد، حياة الله. شهودة شلون العيد؟ حلو لو لا؟ اي والله الحمد. يعني طلعتوا ولا؟ لا والله ما طلعنا. اوكي، يلا شهودة نبلش نروح للرول؟ ماشي يلا. وين نشوف حظك؟ يلا شهودة. تمام نبلش؟ يلا نبلش. تاريخ، شلونك بالتاريخ شهد؟ مساعدتي تعودي. اوكي احنا نساعد، بس انا داسلك شلونك بالتاريخ؟ تمام والله يعني. ها يعني يلا. ما هو المؤتمر الذي ترتب عليه تأسيس منظمة الأمم المتحدة؟ مؤتمر عام 1948 هو. بس ما اعرف اسمه. لا هو شنو اسم المؤتمر؟ المؤتمر اللي ترتبت عليه الامم المتحده. نعم. شهد صوتش علي. طبعا هي قالت الجواب صح ولا لا؟ ها شهد. مؤتمر فيينا؟ لا. مساعدتك. اوكي يلا. هو المؤتمر انعقد بواشنطن، اسمه دوم بارتون اوكس. طبعا ما ادري هاي الاسماء منين يجيبوا لي اياها واني قويه بالانجليزي. هسه انت قولي، بس قولي اوكس، احنا وصلنا. اي قالتها هي البدايه بس الصوت شويه ما طلع ويانا.
يلا شهودة دخل اسمك ويانا بالقرعة حبيبتي، شكرا لاتصالك ونورتينا. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو 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 مرحبا. ألو مرحب. ألو عيدكم مبارك. أيامكم سعيدة. ألو كل عام وانتم بخير. صوت ناصي. وانتم بمليار خير. وانتم بمليار خير. حبيبتي تسلمي. حبيبتي من وياي ونصي صوت التلفزيون حتى تقدرين تسمعيني من الفون بوضوح. زهراء من بغداد. زهراء يلا زهورة. زهراء ايش؟ زهراء محمد. زهراء محمد. زهراء محمد منين من بغداد تتابعيني زهورة؟ مدينة الصدر. نعم؟ مدينة الصدر. حياك الله كل أهلنا بمدينة الصدر. حبيبتي يلا زهورة جاهزة نروح جاهزة. الرول يلا نروح الرول زهورة. يلا خلينا نشوف حظ زوزو ونشوف الرول شوف شنو راح يطلع. أكمل المثل شلونك بالأمثال؟ يعني يلا خلي نشوف أكمل المثل. يلا أواعدك بالوعد. شنو؟ أواعدك بالوعد. وسكيك يا داعون يا كمون. أيه اون بها اون. اوعدك بوعد وفيك يا صمون. عايش سيدك زهورة شكرا لاتصالك زوزو نورتينا. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. عيدك مبارك عليكم وينعاد عليكم. عيدك مبارك. تسلم اجمعين كل عام وانت بمليار خير ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وانتم بألف خير. طبعا أحب أقدم تحياتي لأهلي نضال ألمانيا حاليا، تحياتي لأخوي الروسي الرياض، تحياتي لجميع الكادر والأهل والأصدقاء. تحيات الكادر لحضرتك وتحياتنا للأهل. أشكرك. من وياي؟ نعم. من وياي؟ دامر أمير. نعم؟ دامر أمير. شباب عني صوته ما داعي اسمعه. سامر أمير مو؟ نعم. من وين سامر؟ من بغداد. من بغداد. حياك الله، من وين من بغداد تتابعنا سامر؟ من منطقة البياع. من منطقة تحياتنا لك وكل أهلنا بالبياع. تحياتي أهل البياع. يلا شلون العيد وياك سامر؟ حلو؟ لو حليو. حليو. أوكي. يلا نروح على الرول. اوكي رول. يلا خلينا نروح على الرول. يلا خلينا نشوف شنو حظك سامر. جغرافيا. يلا ان شاء الله. يلا ما سبب حدوث ظاهرة المد والجزر؟ ما سبب حدوث شنو ظاهرة المد والجزر؟ كلش سهلة. ما سبب حدوث ظاهرة المد والجزر؟ تقابل نهرين. نعم؟ أعتقد قدام نهرين يعني نهر بحر أو ارتفاع المياه. لا 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 لا. ممكن مساعدة؟ لا. شوف لك الجوجل على السريع. استعين بالجوجل. لا سامر لا بعيد.
جاذبية الشمس والقمر. جاذبية انت الشمس والمياه. لا سامر انت هسه خبطت جوابين. واحد جاذبية القمر للأرض. نعم نعم بالضبط. اي صحيح. وبالجوجل بدأت تطلع ورقة. صح. شكرا لاتصالك سامر ونورتنا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا يومك سعيد وصحتك بخير. وانت بمليار خير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. الله يحفظك. صهاء حبيب من بغداد. صهاء حبيب من بغداد. منو؟ صهاء ضرغام؟ من بغداد. صهاء حبيب من بغداد. ضرغام عبد صح؟ بهاء عبد. بهاء عبد. عفوا ما دا اسمع صوت الشباب شنو اسمه؟ بهاء تمام. نعم نعم. اوكي بهاء عبد. من بغداد. بهاء ايش؟ عبد طشه. عفوا بهاء شنو؟ عبد مطشر. بهاء عبد مطشر. تمام. بهاء اوكي. اهلا وسهلا حياك الله بهاء، من وين تتابعنا من بغداد؟ ها بهاء. البلديات البلديات. حياك الله. يلا بهاء نروح للرول؟ جاهز؟ نعم. يلا؟ يلا خلينا نروح للرول ونختار وان شاء الله نشوف حظك حلو. رياضة ما اعتقد انتو الشباب مو شاطرين بيها. شلونك بالرياضة؟ والله يعني مو كلش قوي. يعني؟ ايه شاطرين. يلا. نسأل راح ادور لك فد سؤال شوية سهل ها. كم يبلغ عدد لاعبي فريق كرة السلة؟ سبعة. ايش قلت؟ سبعة. لا حرام ستة. عليك حرام عليك. ستة. لا خمسة. خمسة. لا لا خاف. اثنين. ثمانية. لا لا شوية صعد بعد. تسعة. بعد. سبعة. بعد. عشرة. بعد صعد. طبعا هو اقول له صعد هو ينزل. بعد بعد خلينا نشلع قلبه. يلا نقول ايش قد تجاوب. لا مني لك اثنين. ايش قد يصيرن؟ 15. هاي شلون 16 واثنين؟ 18 لاعب. 18. لا هو مصر على ال 15. 18. لا 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 18 يدي. اي عايش ايدك بها. عسيدك شكرا لاتصالك جوابك صح نورتنا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. كل عام وانتم بخير. وانت بمليار خير. رياض امير من بغداد. نعم رياض امير من بغداد. رياض امير. نعم. من وين من بغداد تتابعنا رياض؟ من البياض. حياك الله. انا من البسيط راح يخلص. يلا خليه يخلص فدوى لنا. يلا رياض نروح على الرول ان شاء الله. يلا طلع لك علوم. يلا خلينا نشوف شنو السؤال بالعلوم. من هو اسرع الحيوانات؟ طبعا هذا السؤال كلش سهل. اسرع الحيوانات. الفهد. الفهد صح. خب ما يحتاج مساعده رياض. عاشت ايدك رياض وشكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو 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 الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. شلونك خيتي؟ الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير صحة وسلامة ان شاء الله. تسلم اجمعين ينعاد عليك بالصحة والسلامة لك ولكل عائلتك. الله يخليك الله يحفظك. يلا منو جاية؟
وياك قصي. قصي، قصي ايش؟ قصي حسين. من وين قصي تتابعنا؟ انا هسه حاليا بالدوام. ها بالدوام، من اي منطقة يعني، من محافظة؟ حدود سوريا القام. هاي شيء راح نوقع من الخارطة. حياك الله. يلا قصي جاهز نلعب؟ شلون العيد وياكم؟ مع انه انت بالواجب. لا كهرباء لا دنيا، استنى لحرمتنا. اي والله حقكم، والله حقكم. والله حقكم. يلا دقينا على الوتر الحساس والكهرباء واللي بالي هاي الشعب كله. يلا نروح على الرول. ماشي يلا. عاصمة مدن. يلا خلينا نشوف شنو سؤالك. يلا باريس عاصمة دولة باريس. عاصمة دولة. على راسي، نورتنا وشرفتنا، بس السؤال كلش سهل. ماكو مساعدة اجاوب صحيح، ماكو مساعدة. باريس عاصمة دولة فرن. تسمعني؟ ما اعرفه. خاف تعرفه وما تحكي. لا والله ما اعرفه. فرنسا، باريس عاصمة دولة فرنسا، معقولة ما تعرفها بها؟ لا قصي عفوا. يلا يلا المهم هي معلومات نستفاد من عندها مو صحيح؟ يلا شكرا للمشاركة ونورتنا وربي يحفظك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو 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 أسمعك. ألو أنتوا على الهوا ترى. ألو نعم تفضل. وأنت بمليار خير. يا كل عام ثانية. كل عام كل عام وانتم بمليار خير وصحة وسلامة. شكرا. يزن ثامر أمير. نعم؟ يزن ثامر أمير. يزن ثامر أمير. من وين؟ من بغداد البياع. من بغداد. يلا يا زوني جاهز نلعب؟ ايه. يلا ايش قد عمرك؟ 11. ما شاء الله عليك. يلا يا زوني. اختار الرول. يلا فنية. يلا خلينا نشوف الأسئلة الفنية. يلا نسألك سؤال. في أي سنة توفي الفنان العراقي القدير رحمة الله على روح عبد الخالق المختار؟ أكيد. يلا 2009. صح. شكرا لاتصالك وعاشت إيدك يا زوني، نورتنا. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. وياكم ضياء كاظم من بغداد. ضياء كاظم، كل عام وانت بخير. نعم. ضياء كل عام وانت بخير. تحت سلامي من العاديين ان شاء الله. تحت وانا على كل الشاشات. امين. عريس عريس معود المرة قاعدة يمي. هو إذا نريد نسوي مشاكل. يلا يعني ترى حتى لو قاعدة يمك.
عادي عادي. ها؟ عادي. ترى هي يعني رب العالمين حلل لكم مثنى وثلاث ورباع، مو صح؟ بارك الله فيك. لا من الشاقة، الله يسعدكم يا رب ويحفظكم. يلا نروح على الرول استاذ ضياء. نعم نعم يلا. يلا خلينا نروح. أكمل المثل. يلا خلينا نشوف شنو الأمثال اللي موجودة. يلا بما أنه جبناها على الزواج فخلنا نعطيك هذا المثل. يقول لك لاحظت برجيلها ولا أخذت. لا أخذت سيد علي. الله. ضياء. لا أخذت سيد ضياء. لا أخذت سيد علي. شكرا لاتصالك، نورتنا. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. 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 ألو أسمعك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بمليار خير. حبيبتي. منو جاية؟ وياك هالة من البصرة. منو؟ هالة من البصرة. هالة إيش؟ هالة من البصرة. إي هالة إيش عفواً؟ ها هالة محمود. هالة محمود. يلا هالة، تعرفين فكرة البرنامج مو؟ يعني. يلا أساعدك. يلا هالة شلون العيد وياك؟ حلو مو حلو؟ حليو. شو نسوي؟ نتفائل نقول الله كريم، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يعني حصلتي عيدية لو لا؟ احنا ضبط عيدية. ها انت تطن عيدية زين. لا والله انا بالنسبة لي يعني بدون حسد حصلت هواي عيديات ما شاء الله، وبعدنا صار لنا يومين بالعيد. بالعافية. الله يعافيك. يلا مو كافي كل عيد ننطي عيديات ننطي عيديات. يلا نروح على الرول. هلو. يلا عمري. يلا حبيبي خلينا نروح على الرول نشوف حظك الحلو. يلا عواصم ومدن. يلا خلينا نشوف شنو السؤال. ما هي عاصمة دولة تونس؟ نصيني التلفزيون هالة حتى تقدرين تسمعيني من التليفون بوضوح. عاصمة دولة تونس. ألو. ألو. برج واي. لا عاصمة، راح أساعدك. عاصمة دولة تونس هي تونس العاصمة نفسها. ايه ايه مو انا يعني اعرفها يعني برج واي. ها اوكي. لا عاصمة دولة تونس هي تونس نفسها العاصمة. هاي المعلومات اكيد حتى لو ما نعرفها فاحنا اكيد راح نستفاد من عندها. شكرا لاتصالك هالة ونورتينا حبيبي. حبيبتي. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. هلا وخالة. كل عام بخير. وانت بمليار خير وسعادة. شمس سامو امي. شو اسمك؟ شمس سامو امي. شمس؟ ايه سامو امي. شمس سامر؟ امير. شمس سامر امير. من وين شموسة انت؟ من بغداد. من بغداد. شموسة ايش قد عمرك؟ تسع سنوات. تسعة؟ تسعة ايه. حبيبتي
يلا شموسة روح على الرول. جاهزة؟ يلا يلا خلي نروح على الرول. يلا طلعت لك أسئلة فنية. يلا من هو بطل فيلم تصبح على خير؟ أو خلي بما أنه أنت صغيرة فأكيد رح نسألك فد سؤال سهل. من هم أبطال مسلسل الكوميدي حامض حلو؟ حامض حلو تام. ها السؤال الأول ساعدوك. إيه صح. عاشتيلك شموسة نورتينا. شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو مساء الخير. مساء الورد والعافية. شلون حبيبتي؟ حبيبتي كل عام وأنت بمليار خير. صحة وسلامة اجمعين. ينعاد عليك بالصحة والسلامة بعد قلبك سليم حبيبتي. من وياي؟ ويا صابرين من كربلاء. صابرين. صابرين ايش؟ صابرين زيدان. زيدان؟ اي زيدان. صابرين شلون العيد؟ والله حلو قاعدين احنا كمان ما نطلع. ها خطار وما خطار وهيجي؟ اي اكيد. حلو. المهم يعدي علينا بخير وسلام وامان ان شاء الله. اي والله على امه الاسلام اجمعين. صابرين يلا نروح على الرول. نروح يلا. يلا خلينا نروح على الرول. يلا 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 طلع لك حلو. خلينا نشوف شنو الأسئلة العلمية. يلا ما هو الحيوان الذي لا يصدر أي صوت؟ ما هو الحيوان الذي لا يصدر أي صوت؟ حيوان لا هو الحيوان. ها يعني بكيفك أي واحد تخليه؟ السلحفاة؟ لا طبعا هي هاي شنو رقبتها كلش طويلة. الزرافة. عافية. شكرا لاتصالك ونورتينا. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. ألو كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك. حياتي. من وياي؟ يا زهراء علي. زهراء من وين زهراء؟ من الناصرين. من الناصرية. يلا زهورة ايش قد عمرك؟ 15. حصلتي عيدية؟ لا ايه حصلت. اي زين مبين من صوتك. يلا زهورة جاهزة نروح للرول؟ ايه جاهزة. يلا ايه جاهزة. يلا احنا بلش. يلا شلونك بالرياضة زهورة؟ زينة. يعني زوينة. ايه زوينة. يلا خلينا نشوف لك سؤال بالرياضة. يلا من هو أول منتخب يفوز بكأس العالم خارج قارته؟ من هو
أول منتخب يفوز بكأس العالم خارج قارته؟ يلا يا زهورة. تعالي ممكن تساعديني؟ أوكي. البراء. الإمارات؟ لا لا لا، الإمارات لا، خارج قارته لا. لا لهنا أنا ستوب زهورة، أوقفي. البراء. العراق؟ لا. ممكن تساعديني شوية؟ البرازيل. البرازيل صح، البرازيل طبعا اليوم كل البرازيل عارفه. اي صح 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 صح. عاشتي زهوره، شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر. الو 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 الو. ايامكم سعيده وكل عام وانتم بخير. الو انت بألف خير، كل عام وانت بخير. حبيبتي من وياي؟ اني روان محمود. رواء؟ روان. روان محمود، من وين روان؟ اني من البصرة. من البصرة. شلون العيد وياكم بالبصرة؟ الحمد لله. حلو؟ خير وبركة. الحمد لله. الحمد لله. حبيبتي، يلا روان، جاهزة نلعب؟ نروح للرول؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا جاهزي. يلا يا رب. يلا يلا مخرجنا، خلينا نشوف الرول ونشوف حظها. جغرافيا. يلا خلينا نشوف شنو السؤال. ما هي اكبر الدول العربيه مساحه؟ عفوا عربيه لو ما هي أكبر الدول العربية مساحة؟ ساعديني. يلا يلا. الجزائر؟ لا. لا شنو؟ السودان. ساعديني. السودان. السودان؟ صح. حبيبتي شكرا. شكرا لاتصالك روان ونورتينا، وتحياتنا لكل اهلنا بالبصره. يلا ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو. وانت بمليار خير وصحه وسلامه. الله يخليك. الله يسلمك. من وياي؟ علي احمد. علي؟ علي احمد. علي احمد. علي من وين؟ من بغداد. من وين؟ من بغداد. من حي السلام. من حي السلام، حياك الله. الله يخليك. شلون العيد وياك علاوي؟ الحمد لله. حلو؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا علي نروح على الرول، مو؟ جاهز؟ يلا. يلا خلينا نروح نشوف الرول شنو راح يختار. تاريخ. شلونك بالأسئلة؟ التاريخ؟ إن شاء الله سؤال زين، وأنت هم مساعدين. يلا. من هو أول ملك للمملكة العربية السعودية؟ الملك عبد العزيز آل سعود. صح، الملك عبد العزيز رحمه الله، عاش إيدك. نرجع للاتصالات وناخذ أول ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو. السلام عليكم. الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة، كل عام وانتم بخير. عيد سعيد. الو 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 الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، كل عام وانتم بخير. وانت بمليار خير، كل عام وانتم بخير وسعادة وصحة وعافية. منو جاية؟ زينب عباس مهدي من بغداد.
زينب عباس. زنوبة من وين؟ من بغداد. من المرتضى. حياك الله. ها زنوبة طالعة خطار، لو جايين يمكم خطار. لا راح نطلع خطار. ها يجون يمكم؟ لا احنا راح نروح يمهم. ها انتوا راح تروحون يلا. يلا ان شاء الله عيد الخير عليكم وعلى خطاركم. وعليكم انتم. حبيبتي يلا زنوبة راح نشوف لك الرول. طلع لك اكمل المثل. يلا خلي نشوف شنو بالامثال الحلوة. يلا اللي يجي من ايده الله يزيده. صح عاشت ايدك زنوبة. شكرا لاتصالك. يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو 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 الو. ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير. ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. انت بمليار خير وسعاده. منو جايه؟ الو مصطفى من بالي. مصطفى، مصطفى ايش؟ مصطفى عبد الامير من بالي. حياك الله مصطفى، من وين؟ من بابل. حيا الله اصلي شغال. تسلم يا طيب. من بابل. من بابل. يلا مصطفى. من ابو غاز. اوكي، مصطفى شلون العيد؟ حلو ما حلو؟ حلو يخبر. قالها من كل قلبه طبعا هو مصطفى. حلو كارونا، كارونا مو حلو كارونا، ما نقدر نطلع. ان شاء الله العيد حلو كلش عليك وعلى كل احبابك. ان شاء الله عليكم على قناتكم الوقرة. الله يسلمك، تسلم. يلا صوفي نشوف الرول. نشوف الرول. نعم نشوف الرول. يلا طلع لك. انا رايد علوم، انا رايد علوم. لا الرول هو اصلا يختار لك يعني مو احنا. أوه. ايه هو طلع لك تاريخ، نشوف شنو الأسئلة التاريخية. من هو مكتشف مقبرة توت عنخ آمون؟ منو؟ شلون عند السؤال؟ من هو مكتشف مقبرة توت عنخ آمون؟ تاريخ أنا راكب بالتاريخ، ما أعرف بالتاريخ، ترجع. جابر بن حيان؟ لا 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 سدوا الاتصال. لا مصطفى لا لا جابر بن حيان مو شي بالتاريخ انا. ساعدوني اختيارات. لا احنا نريد نسمع منك اجاباتك يعني انت. انا بس بالشعر زين. بالشعر؟ نعم. يعني قوي هيك قوي بالشعر؟ انت ليش ما قريتم شعر وتنجحوني؟ يلا خلينا نسمع شعر. يلا يلا بس اريد شعر يعني. مخرجنا عندك موسيقى حزينه؟ ايه يلا نوع الشعر شنو على مود نخلي لك موسيقى؟ اريد حزين. يلا خلي يعني دارمي على غير. اوكي دارمي. اذا دارمي مو مال الموسيقى. يلا مخرج نسمع موسيقى خليه يدخل بالجو. ايه يلا اوقف باوع هو يريد. راح اسوي عادي حوله موال عادي انا. الله عادي كل موال. يلا موال موال الك الساحة. يلا مصطفى. نعم. اي انا اللي ما حبي اتغير بحس جور مساك ولا للغير بجن اليوم يتعدل وصلني بحنانك وعليك محتاج علمني عليك شلون
أنا اللي ما حبي أتغيرت حتى قول أنساك ولا للغير جدني باليوم يتعدى وصنف حنانك وأنا لك محتاج علمنا عليك شلون حتى بتاع غرق مصطفى. عاش سيدك وصحي لسانك مصطفى اذا تسمعني. بس بالاخير هاي الصوت ما عرفت شنو. شكرا مخرجنا على الموسيقى. يلا ناخذ اتصال اخر. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. الو 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 وياك وياك كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك. السلام اجمعين. من وياي؟ نور حسن حسين. من وين نور؟ من بغداد. منين؟ بغداد. من بغداد. يلا نور نروح للروب. ايه يلا جاهز. يلا خلينا نروح للروب. جغرافيا خلينا نشوف. انا مو زينة بالجغرافيا. مو زينة بيها. يلا ايه اساعدك. ما هي أكبر قارات الأرض؟ طبعا هذا السؤال كلش سهل. أكبر قارات الأرض؟ أي الشباب هنا جاوبوا. ما هي أكبر قارات الأرض؟ آسيا أوروبا. صح. لا مو أنت قلتي آسيا. آسيا آسيا آسيا. نور نور عاش سيدك وشكرا لاتصالك نورتينا. يلا ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. كل عام وانت بخير. وانت بمليار سلامه يا ربي. حبيبتي وانت بمليار خير وسعاده. حبيبتي وياك مروه صلاح من بغداد. مروه صلاح. اي من بغداد. من وين تابعينا مراوي من بغداد؟ من الغزاليه. حياك الله وكل اهلنا بالغزاليه. حبيبتي. حبيبي يلا مراوي سولفي لنا العيد شلونه حلو؟ والله حلو سوينا كليتي. ايه اهم شيء الكليتي. اي والله زين الكليتي. اوكي زين الكليتي سولفي لي الكليتي سووها بام التمر مو اكو مرات تصير عنصريه. ايه اي ام التمر وام الحلقوم لانه انا ما احب ام التمر. ها اوكي سووا لي ام الحلقوم وام الجوز هم سووا. ها اوعدكم هذا اللي بالبيت اللي ياكل يعظها ويذبها مو على مو تطلع له مخففيه. هاي عاني. لو تطلع ام التمر لو تطلع ام الحلقم هذا اللي يحب هاي وهذا اللي يحب هاي فتنعقد. لا بس هي اطيب شيء ام التمر لا يعلى عليها. لا ام الحلقم. يلا يلا عاشت الايادي. تسلمين قلبي حبيبي. يلا نروح للروم ونبلش نشوف علوم. شلونك بالعلوم مراوي؟ زين الحمد لله. يعني مو مبين يعني. اي والله. يلا ما هو عدد عظام الجمجمه؟ عدد عظام الجمجمه؟ اي تتابعين علي التلفزيون؟ ايه. يلا مش قد خمسة. خمسة؟ 12 ألو أي اللي قلتيها 12 خلي عليها. إيه كده أخلي
خلي عليها شقد. خلي عليها شقد. خلي عليكم. مو ده بالكاميرا باعي. 22 صح. طيب تسلمين قلبي. نورتينا براوي كل هلا بيك حياة الله. حبيبتي. يلا ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام، وهذا اخر اتصال ويانا بحلقه اليوم. عليكم السلام والرحمه، كل عام وانتم بمليار خير. وانت بالف خير، كل عام وانتم بخير. من وياي؟ رهف محمد. رهف محمد. رهوفة من وين؟ من بغداد. من وين من بغداد؟ من الدورة. من الدورة، حياك الله رهوفة. يلا الله يحييك. يلا رهوفة روح على الرول. يلا يلا نروح على الرول. يلا خلينا نختار مخرج ونشوف شنو شنو شنو. عواصم ومدن. يلا احنا على اسئله كلش سهله للعواصم والمدن. يلا اثينا، وهي عاصمة دولة اثينا. اثينا ساعديني. دولة اليونان. ما اعرفها. عاصمة دولة اليونان. يونان؟ صح. خباني ما ساعدتها، صفقولها. عاشت ايدك وشكرا لاتصالك رهوفة، نورتينا. شكرا. تحياتنا للأهل. شكرا لكم لطيلة المتابعة على مدار ساعة كاملة من اليوم في برنامجكم الذي يأتيكم على شاشة قناة دبليو تي في الوطن بكل الألوان، برنامج فنك تربح على مدار 4 أيام طيلة أيام عيد الأضحى. شكرا للمصورين، شكرا لمخرجنا المبدع الأخ والزميل حدارس. وخلوني أشكر مركز كروان للتجميل في شارع الربيعي على اطلالتي الجميله من شعر وميكاب، شكرا جزيلا لهم وتحياتي لهم.